انكسار الموجة الباردة والطقس غير المستقر اليوم بحسب هيئة الأرصاد الجوية. استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم ببحث المواد الخلافية في الدستور. الشورى يناقش اليوم تعديلات قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. الجمعية العمومية للنور تختار اليوم رئيس الحزب وهيئته العليا. اليوم أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديد برئاسة قنديل. الرئيس مرسي يلتقي اليوم أبو مازن وخالد مشعل. النيابة تستكمل التحقيق مع أنس الفقي بتهمة الكسب غير المشروع. استئناف محاكمة الجزاو في جدة ووقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية بالإسكندرية تضامنا معه. أهلا بحضراتكم مرة تانية. نظرا لهطول الأمطار تأخر ضيفنا الدكتور مصطفى النجار، احنا في انتظاره وهنبتدي نقرأ مع حضراتكم شوية عناوين لغاية لما يصل ضيفنا الكريم. النهاردة زي ما تابعنا في العناوين دلوقتي، الشورى هيناقش تعديلات قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. الأهرام في صفحتها الأولى قالت أن تشريعية الشورى توافق على تعديلات الانتخابات والأحزاب تستعد بالقوائم. أما المصري اليوم فجبهة الإنقاذ بتقول اتفقنا على خوض الانتخابات بقائمة واحدة واللجوء إلى قائمتين إذا زاد عدد المرشحين. الغزالي الهدف مواجهة الإخوان والتحالفات الإسلامية. وصراع بين النور والوطن لضم الجماعة الإسلامية في تحالف انتخابي. أما الشروق في صفحتها الأولى فنقلت عن قيادي بالحرية والعدالة أن 80% من وزراء الحكومة المقبلة سيكونوا إخوان. مجلس الشورى المفروض أن هو هيبتدي في جلسته العامة النهاردة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب، والقانون 73 لسنة 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. اللجنة التشريعية كانت برئاسة الأستاذ محمد توسن كانت وافقت أمس على التعديلات المقترحة من حيث المبدأ ورفعتها الجلسة عامة لمناقشتها، وفي حال إذا تمت الموافقة المبدئية عليها هيعود مرة أخرى هذه القوانين مرة أخرى لنقاش مواد القانون مادة لتعد تقريرا نهائيا عنه يعرض على المجلس في جلساته المقبلة ليحال بعد ذلك للمحكمة الدستورية العليا للبت في هذا الأمر. من الموضوعات الأخرى النهاردة هو أن الجمعية العمومية لحزب النور هتختار اليوم رئيس للحزب وهيئته العليا. مفروض أنها تجتمع النهاردة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب والهيئة العليا المشكلة من 50 عضو وسكرتارية الجمعية. بيشترط أن يحصل الفائز بهذا المنصب على 50% من الأصوات زائد واحد، بالإضافة إلى صوت من إجمالي الأصوات زي ما قلنا اللي هو زائد واحد. وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين على هذه النسبة بتتم الإعادة بين أكثر عضوين حصولا على الأصوات. هنشوف دلوقتي جدول للمرشحين الرئيسيين، هم خمسة. هو دكتور السيد مصطفى خليفة ونائب رئيس حزب النور حاليا، ودكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية، المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق، دكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق، والأستاذ طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق. الأستاذ محمد إبراهيم منصور هو عضو الهيئة العليا لحزب النور معنا على التليفون. صباح الخير أستاذ محمد، يعني عايزين نعرف من حضرتك في كلام حول المرشحين الخمسة إن في اعتذارات من قبل عدد منهم، في كلام عن إن في توافق هيكون حوالين ترشيح الأستاذ يونس مخيون، إيه صحة هذه الأنباء؟ والله هم السلام عليكم الاول. وعليكم السلام. والله الحمد لله. بالنسبه للخمسه المرشحين الحقيقه ان اكثرهم بيقول، او انا كلمت اكثرهم بيقول انا اي حد يكفيني، يعني كنت انا او غيري انا المساله عندي فيان، واي حد يكفيني
طالما انه هيقوم بالاعباء، ودي ده مساله تكليفيه ومساله اعباء ما هياش مساله تشريف، وبالتالي هم كلهم انا اعتقد النهارده انه ممكن يحصل يعني الناس تتنازل لبعضها، اعتقد ده ممكن يتم، اعتقد ان ممكن يعني كل واحد بيقول خلي فلان هو اللي يكفينا ان شاء الله، ده دي هتبقى صوره جميله، واصلا الصوره اللي هيخرج فيها النهارده الوضع هيبقى صوره مترفه، صوره جميله جدا، صوره فيها نوع من التوافق والتنسيق ويعني عدم السباق على ان يكلف الانسان او ياخذ تكليف صعب زي ده في الظروف اللي احنا فيها دي، فالكل بيقول غيري يكفيني وانا وراه وانا معاه وايدي في ايده. أو بس مين الشخص اللي يعني اللي هيكون وراه؟ يعني ما هو لازم في شخص في نوع من الاجماع والتوافق حوله. الخمسه بالنسبه لنا سواسيه، وكل واحد فيهم يقوم باجمل واكمل دور ان شاء الله تعالى. مين الـ يعني ايه المقاييس على اساسها هيتم اختيار الشخص من الخمسه؟ يعني في اسم مرشح مثلا ان هو ده؟ لا انتخابات عاديه، انتخابات عاديه، والجمعيه العموميه ان شاء الله تحضر كلها وتنتخب ما لم يعتذر الجميع، ما اعتذرش الجميع يبقى هيحصل انتخابات، وزي ما الناس طبعا على درايه بالخمسه وعلى علاقه بيهم قويه جدا الخمسه. طيب استاذ محمد، يعني في كلام منشور النهارده يعني عن صراع بين النور والوطن لضم الجماعات الاسلاميه في تحالف انتخابي، ده موجود في المصري اليوم، تعليق حضرتك على هذا الامر؟ لا ما فيش صراع ولا حاجه، والمساله من اول موضوع خبر حزب الوطن ما خرج، وتضخيم للالفاظ وتضخيم للاحداث بطريقة الإعلام المعروفة، إن انتخابات جماعية واستقالات جماعية وانشقاقات وكل الكلام ده كلام في الحقيقة في تضخيم لواقع مش بالضخامة دي، مفيش صراع ولا حاجة، والمسألة حتى الآن مسألة طرح التنسيق وطرح التحالفات كلها مسألة مطروحة مع الجميع من غير أي سباق، لأن الأمور حتى الآن لم تتضح، ونحن ننتظر الآن إن احنا ان نمد يد الجميع، ان احنا في نوع من التنسيق العادل، فان كان والله اللي يروق له طريقه او اللي يروق له اسلوب او اللي يروق له رؤيه فبينضم لها طبيعي، يعني ما فيش صراع ولا حاجه، ولا حتى فيه ادوات لذلك الصراع ولا اثار لذلك الصراع ولا حاجه، ده كلام اعلامي مجرد. طيب يعني استاذ محمد، دائما ما يحمل الاعلام ان هو السبب، ما الاعلام ناقل وليس مصدر، فيعني الم يكن هناك تصريحات على لسان سيد نادر بكار وغيره بان هناك نوع من محاوله لاضعاف حزب النور بعد هذه الانسحابات منه وما الى ذلك، يعني تنقلتها او رصدتها وسائل الاعلام ولم تكن هي مصدرها؟ نسب المحاولة لمين؟ هو نسب المحاولة لمين؟ عشان نقول صراع وعشان نقول شقاقات وغير، نسبها لمين؟ فممكن يكون اللي نسبها له الإعلام نفسه. المسألة مش يعني هو لا ما نسبش لحد، والمسألة كما ذكرت إن هي بتاخد فوق حجمها، وهتشوف الفترة الجاية إنها خدت فوق حجمها فعلا، هتشوف الفترة الجاية من خلال أداء الحزب إنها خدت فوق حجمها فعلا. يعني في تنسيق بينكم وبين حزب الوطن، نفهم من ده؟ لا ما فيش كلام على تنسيق مطلقا الان، احنا بنقول دلوقتي ان الرؤيه لم تتضح للجميع، انما كلها تصريحات اعلاميه، حتى الان ما حصلش تحرك واقعي لتنسيق او لغيره. نعم. طيب استاذ محمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ محمد منصور هو عضو الهيئه العليا لحزب النور، وهنتابع الانتخابات ونتائجها ونشوف مين من المرشحين الخمسة اللي هيتولى رئاسة الحزب. النهاردة هيكون في اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة برئاسة الدكتور هشام أنديل، ده أول اجتماع للوزارة بتشكيلتها الجديدة. هيشارك في الاجتماع الوزراء العشرة، في مقدمتهم وزير الداخلية ووزير المالية، ومن المقرر ان هم هيقدموا النهاردة تقارير عن الحالة الأمنية والحالة الاقتصادية في مصر حاليا وعلى المدى القريب. أيضا هيقدم وزير التموين الجديد تقرير عن الموقف التمويني والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. وزير شؤون المجالس النيابية هيقدم أيضا تقرير عن مشروعات القوانين اللي هتقدم للبرلمان واللي يجب مناقشتها مع الحكومة قبل الإحالة للبرلمان، وبيعرض وزير التنمية المحلية الجديد تقرير عن أداء العمل في المحليات وعدد من المحافظات.
ارتباطا بموضوع حالة الاقتصاد والسلع، بنتحول لمجموعة من الأخبار الاقتصادية. بنبتدي بالحرية والعدالة في صفحتها الأولى، بتقول أن 2.5 مليار دولار دعم قطري لمصر، و5 مليارات دولار إجمالي المساعدات، منها مليار منحة لا ترد. محمد بن جاسم وزير رئيس وزراء قطر يقول الحديث عن شراء قطر لقناة السويس نكتة سخيفة. جريدة الشروق في صفحتها الخامسة بتقول أن الرئيس تحت حصار مطالب بن جاسم ومكين، رئيس وزراء قطر يطلب أمانة الجامعة مقابل المساعدات، والسناتور الأمريكي يحمل أسئلة محرجة للرئاسة. مصادر تقول الرئاسة مستعدة للتجاوب مع المطالب القطرية رغم صعوبتها، وتراهن على إدارة أوباما للإفلات من ضغوط الكونغرس. لوبي خليجي يتحرك في واشنطن لتجديد الحصار على القاهرة. الحقيقة كان نفسي يكون دكتور مصطفى النجار موجود عشان يعلق على الموضوع ده، احنا في انتظاره، وهناخد خبر آخر في المصري اليوم متعلق بنفس النقطة. ضريبة المبيعات نقطة الخلاف الوحيدة مع النقد الدولي، بعثة فنية تزور مصر قريبا للتوصل إلى اتفاق ومباحثات مع أمريكا لإسقاط 450 مليون دولار. نلتقط الأنفاس ونبتعد عن هذه الأخبار إلى متابعة من جانب كاميرتنا لساقية الصاوي ونشاطاتها. أصدرت الساقية بيان تاني عن معرض الكاريكاتير اللي كان أثير حواليه لغط حول صور قيل إنها منعت، بينما يعني دكتور محمد الصاوي قال إن كانت فقط الأمر متعلق مش بمضمون الصور ولكن بنوعية هذه الصور. هنتابع في التقرير المعرض وما أثير حول هذا الموضوع وتطوراته. هذه الصور كانت سببا في أزمة كبيرة بين الساقية وروادها، إلا أن اعتذار الساقية الذي جاء على لسان الصاوي ربما يكون قد أعاد المياه إلى مجاريها. يعني إحنا كنا في الأول أول ما طلعت الساقية كنا فرحانين إن في مكان بيقدم عروض ثقافية ومتاحة لكل الناس وبأسعار مناسبة، فلما مكان زي ده يقفل بقى، يقفل على حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الفن، إنه الناس تعبر عن رأيها بحرية وإنها تتناقش، ونبقى فيه أصلاً يبقى فيه صوت معارضة فيبتدي يتقفل عليه. ما عندناش سبب إن احنا نضع الناس تحت هذا الضيق اللي تعرضوا له، واعتذرنا إذا كان في حد فعلاً يعني حس من الفنانين إنه كان يعني لوحاته اتأخرت في العرض. الفكرة كلها إن الصورة اللي اتشالت، يا اما انت يبقى عندك حاجه زي لجنه تقييم قبل ما اصلا تسمح للمعرض او للمسرحيه او ايا يكن اللي انت هتعرضه، فيبقى عندك لجنه تقييم توافق الكلام ده هيتعرض بالكامل ولا لا، يا اما خلاص انت سايب الدنيا مفتوحه فتعرض. لكن ان انت تعرض حاجه وبعد كده تيجي تشيلها دي حاجه بتبقى سيئه قوي. هناك ازمه حقيقيه واضحه، وابتدى يبقى في راي عام يعني سائر حول انه مش كل اللوحات معروضه، وفي فالحقيقه يعني دعيت الاطراف كلها فاجتمعنا وقلنا لا يعني نلحق الفتره الباقيه من المعرض انه تستكمل، والحمد لله عملنا كده. النهارده سمعت ان المعرض رجع تاني وان الصور رجعت تاني، فجاي اتفرج يعني اشوف المعرض عامل ازاي والصور عامله ازاي عشان اشوف رايي فيها. الواحد بس عارفه لما بيبقى مرتبط بالمكان قوي بيعز على ان المكان يبتدي يخنق عليك. ان شاء الله عمر الساقية ما هتكون مقيدة لحرية التعبير. انتهت الأسئلة، بقي السؤال، هل ستعود علاقة الساقية بزائرها كما كانت أم ستحدث أزمة ثقة؟